السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل اسانسير في برنامج الباث فايندر، وده برنامج متخصص في دراسة لو حصل حريق في المبنى او حصل اي مشكلة او مواد الانصراف ازاي الناس هتتحرك من اماكنها لحد ما تخرج بره المبنى. طيب دلوقتي انا عندي هنا الفلورز، ممكن اضيف فلور كمان، اقول له اد نيو واضيف فلور واضيف اد نيو، وعندي هنا خلي ده الاكتف فلور اللي اي شغل هيتعمل عليه اهوت. طيب انا دلوقتي على الفلور اللي هو في الارض، واقدر اغير اليونت بسهوله من هنا، تمام. طيب خليني وانا هنا مثلا هقول له اعمل لي روم عليه، تمام. وتقدر تضيف اكتر من روم بالشكل دوت بالاحجام اللي انت عايزها، ولو عايز غرفه غير منتظمه هتختار الاختيار دوت وتبدا تختار الغرفه اللي انت عايزها، المهم يكون الشكل مقفول. طيب دلوقتي مثلا انا عايز احط باب، فهاجي هنا اقول له ضيف لي دور، تمام. طيب انا كده عملت غرفه وعملت الباب، هعمل سيلكت عليهم واجي هنا من الايديت اقول له خدهم كوبي، وبعد كده هاجي هنا مثلا في الدرور دوت واقول له خلي ده الاكتف فلور، فبيقفل الباقي. ممكن تيجي هنا تقول له شو اول عشان نشوف الشغل كله، هاجي هنا ايديت واقول له بيست، وهقول له الاوفست خلي ده 9 متر، اوكي نزلت في الدور دوت. طيب دلوقتي بقى هقول له ايه، هاجي هنا في الفلور اللي هو في الارضي واقول له خلي ده الاكتف، اعلم على دوت وادوس رايت كليك واقول له كرييت اليفيتور، فبيقول لي الاسم بتاعه قد ايه، النورمال في كام شخص، ممكن 102 بيرسون نورمال لود، الاليفيتور جيومتري، الدايركشن هتيجي في الاكس والواي والزد، طبعا زد. البوتن فلور هقول له دوت. طيب التوب فلور هقول له دوت. الاليفيتور تايمنج هياخد وقت قد ايه، طيب هقول له اوكي. Would you like to continue؟ اوكي. طيب دلوقتي انا عايز ابدا اشوف ال اهوت، عايزين نعمل بقى زي سيموليشن للموضوع دوت. ممكن تقول له شو قول عشان نشوف، اقول له شغل لي السيموليشن، بيقول لي سيفه، فبقول له ماشي سيفه كويس. طيب عايزين نضيف ناس، احنا ما ضفناش ناس هنا. طيب خلينا نرجع تاني، اقول له الجزء دوت عايز اضيف فيه ناس، هنا هقول له الكباسي تحت 50 بيرسون، تمام. ده الحد الاقصى، خليني هنا واقول له خلي ده الاكتف فلور، تمام. طيب عايزين نبدا نحط الناس، فهبدا ممكن تضيف شخص واحد من هنا اهوت، او ممكن تضيف جروب من الناس بالشكل دوت. طيب دلوقتي اقول له يعمل بقى سيموليشن، اقول له ابدا شغل، فتلاقي ان هم بيتجهوا لباب الاسانسير وبينزلوا حسب الدخول، وبعد كده العدد دوت الوقت، وبيستنوا لحد ما الاسانسير وينزل ويطلع تاني.